على أن موقف الحكومة العراقية كان في اتباع الطرق الدستورية في التعامل مع المتظاهرين وعدم التعرض لهم وحمايتهم، إذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة، علماً أن القوات الأمنية لا تقوم بأي أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين عن القانون المندسين بين المتظاهرين. Yet the harsh reality is that the use of live fire has not been abandoned, that non-lethal devices such as tear gas canisters continue to be used in an improper way, causing horrific injuries or death, that unlawful arrests and detentions continue to take place, as do abductions, threats, and intimidations. It's important to understand that Christians have not only sided with the protest openly, but also that the Christians and other minorities, including Yazidis, have been welcomed into the protest movement by the Iraqi Muslims. In a real sense, these protests have demonstrated a true richness of historical Iraq. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول اخر مستجدات ثوره تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيره عبر خدمه الواتساب. طبعا شفنا بالمقطع قبل قليل واستمعنا الى كلمات كل من مندوب حكومه عادل عبد المهدي في الامم المتحده محمد حسين بحر العلوم، وكلمه المطران بشار متي وردة، وكذلك كلمة سابقة لجينين بلاساخرت وهي ممثلة الأمم المتحدة في العراق، رئيس أساقفة أربيل الكلدانية المطران بشار متي وردة قال بأن الشباب العراقي أوضحوا أنهم يريدون عراقا مستقلا عن أي تدخلات ومكانا يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية كمواطنين في دولة تعددية. أضاف بشار متي خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن حول التظاهرات في العراق بأن المسيحيين وقفوا إلى جانب التظاهرات شاركوا فيها، بيّن بأن المتظاهرين نبذ العنف منذ بدء الحراك على الرغم من وقوع حوادث عنف يومية بحقهم. أوضح المطران وردة بأن على المجتمع الدولي أن لا يقبل بتغييرات زائفة في الحكومة، لأن من الواضح أن الطبقة الحاكمة لا ترغب بالتخلي عن الحكم، وستفعل الأحزاب ما بوسعها للبقاء في السلطة. بينما سفير حكومة عادل عبد المهدي أو مندوب حكومة عادل عبد المهدي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم شفنا ايش قال، وراح نشوف تكملة له لحديثه. طبعا استنكر ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر على فيسبوك تصريحات سفير حكومة عبد المهدي لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، نفى فيها وبشكل سافر أن تكون القوات الحكومية مسؤولة عن قتل وجرح المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات، كما وجهوا يعني سيل من الانتقادات واعتبروا تصريحها تشويه للحقائق ولصورة المتظاهرين. طبعا المقطع هذا اللي شفناه احنا في بداية الحلقة هو من موقع الأمم المتحدة، ويظهر تناقض ما بين كلام سفير حكومة عادل عبد المهدي محمد بحر العلوم وكلام سفيرة الأمم المتحدة لدى أو مندوبة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاساخرت في بغداد وكلام المطران وردة، كلام واضح وهذا من موقع الأمم المتحدة. خلونا نشوف جزء ثاني من كلام سفير حكومة عادل عبد المهدي محمد حسين بحر العلوم ونرجع لكم. جماعات لا علاقة لها بالتظاهرات، بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها، فضلا عن تعطيل المدارس وإيقاف حركة الموانئ. يعني كلمته واضحة، يعني اتهم بها المتظاهرين بشكل
مباشر طلع المتظاهرين هم الحاملين السلاح وهم اللي يضربون وهم اللي يحرقون وهم اللي ينهبون اتهمهم. وهذا على الأرض ما شفنا تظاهرات سلمية من يوم 1/10 ولغاية الآن. والتساؤل وهو تساؤل واضح، كيف سقط كل هذا العدد من الشهداء ومن الجرحى؟ أكثر من 500 شهيد، أكثر من 20,000 جريح، عندنا 3,000 معاق، عندنا معتقلين، عندنا مختطفين. كل هذه التساؤلات يعني غابت عن من تحدث في مجلس الأمن ومن استمع، ولكن المطران كذلك تحدث بشكل واضح وقال بأن هذه تظاهرات تريد للعراق أن يعود كما كان وأفضل. معنا اتصال علي من الناصرية، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا اللي طلع يأتي بالأمم المتحدة. نعم أخي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك أخي. أخي هذا ضحك على الذقون، هذا طلع يحكي هو من ضمن اللي إحنا طالعين عليها. هذا هو أحد الأحزاب اللي إحنا طالعين عليها، الأحزاب الفاسدة. حكي قالوا يحكي السلاح اللي طلعوا بالمظاهرين منه هم هم يريد يخطفون المظاهرين، هم اللي يضربون بالنار، هم اللي يخطفون مين؟ هم اللي يضربون بالسكاكين، يضربون المظاهرين. المتظاهر سلمي ما عنده غير العلم العراقي وقاعد يشوف انت بالصورة امامك. نعم يعني احنا طالعين على احزابه. طب شو تريد يحكي غادي قدام الامم المتحدة؟ احنا ليش نريد نطلعهم من وراء هاي؟ وبالتالي يعني الحكومة هاي والله تسمع هذا القسم، والله ما يبقى ولا اي واحد من تمي الحكومة أبد، ولا أي واحد. عادل عبد المهدي هذا أول وتالي الوراء الأحزاب بالباقية. هاي الأحزاب هسه اللي إذا شخص مسؤول في إيران، هذا صار مو شخص واحد، صار آلاف. هذا هو يطلعون، ما راح نبقيهم. نعم إحنا هسه لحد الآن مستعملين أي قوة وياهم، هم ما يعرفون. والله العظيم لو يجي علم كلها ما راح يرجعون المظاهرات إلا نرجع العراق العظيم، يرجع العراق العظيم وليقودة أهل العراق، لأن هم ما عندهم أي وطنية وهم يجونا من جنسيات مختلف. قالوا ما مقبولين أبد، والله ما نقبلهم إلى آخر مجلس النواب هذا الباقي. إذا كان في واحد شريف راح بالانتخابات المبكرة، إذا نعرف هو شريف وهو نزيه، هذا شيء واضح. وإحنا ما نعرف أي شيء، هم سعبانهم، هم بوادي وإحنا بوادي. إن هم المثقفين، ترى عندنا قيادات، عندنا أطباء، عندنا مهندسين، عندنا سياسيين، بتخرجهم من جامعة بغداد آلاف الطلاب، بل بالملايين، 2,000 لحد الآن قاعد يتخرجون ويبيعون ماي. وإحنا ترى مستحيل يبقى أي حزب موالي الإيران أو غير إيران. طبناهم فرصة قلنا ما يخالف، أكو حكومات متآمرة، حكومات تشتغل ويا دول بس تشتغل على مصلحة. هسه هم من كانوا ويا إيران ما اشتغلتوا، إيران قالت لكم لا تشتغلون. نعم أكو دول هسه عملاء، هواي دول ما أريد نجيب أسمائها، ومن وطنهم انتظرنا 16 سنة. أول عمر كم 16 سنة؟ كم 16 سنة؟ أنا هسه عمري عبر 37، يعني شيء. إحنا بس كلمة متحفظين عليها ما أريد نحكيها. بينا 10,000 مقاتل ما يقصد الموت أهلا وسهلا. نعم شي يقتلون مليون، مليونين، 5-6-10 ملايين ما يقدرون. الأيام هذا وزير رئيس وزراء 15 يوم له يبدلون رئيس وزراء من يمهم، مستحيل. هذا مرفوض، مو بس الوزير رئيس وزراء، لا وزرائيين. نعم. باقين أنا عدد لك الأحزاب، خالد العامري، سيد عمار، غيره، حتى الأحزاب ما أريد، أنا ما أقدر أحكي بالطائفية. حزب بالعراق، جميع حزب بالعراق وشارك من 2003 حتى الانتخاب.
من رئيس حزب، من وزير، مدير عام، من الأجهزة الكافية لحد الآن هم من إجوا وقالوا الحكومة ذي تيطرين عليها بأرضاقات أو مدرشينها أو معادين الحكومة ما يخالف الحكومة راح تقفل. هذا أبسط شيء، الكمية كانت 26 مادة بالمواد الغذائية هذيك الحكومة قبلهم، ليش هسه بس طحين طحين كل وجبات؟ هاي الأبسط شيء أقول لك بيها ما قدروا مبقين شيء وخلنا شو الحكومة يفيدنا، مبقين بس الكمية إيش العالم تأكلها لقمة لقمة الحكومة مو زينة الكمية شيلة شغلة ذيك. أنتم سياسيين ليش خذيتوهم من عندي؟ نعم. أنا أشكرك أخي علي من الناصرية كان معنا. طبعا يواصل المتظاهرون في بغداد والمحافظات تظاهراتهم المطالبة بإسقاط النظام في وقت واصلت القوات الحكومية والميليشيات استهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما حملت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين البرلمان والحكومة بأجهزتها المختلفة لدعمها الميليشيات التي تنفذ الجرائم النكراء بحق أبناء الشعب العراقي. هذا وأصدرت منظمات حقوقية وإنسانية دولية بيانات إدانة لعمليات قتل المتظاهرين السلميين واستخدام القوة المميتة ضدهم. ما أعرف محمد حسين بحر العلوم وهو سفير الحكومة بالأمم المتحدة ظهر من يوم 1/10 لغاية الآن ما سمع بهذه المنظمات الدولية اللي طالبت وتطالب بإيقاف استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. كما شيع أهالي بغداد وعدد من المحافظات أبنائهم الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات، ويواصل أهالي العديد من المحافظات من تظاهراتهم ضمن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، فضل أم أزهار. أم أزهار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة أنا عندي أقول فشي إنه البرلمان اليوم يعني صرح إنه أنطى الصلاحية إلى رئيس الحكومة برهم صالح أن ينتخب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء اللي وذاكول الصدر منحوا يعني تنحوا عن القضية والتفوا ويا المتظاهرين. لا. بس هو من برهم صالح المن اختار 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 هذا هادي العامري. يعني أنا أقول بدال ما الحكومة بوادي وهم المتظاهرين في وادي ثاني ودي تروح منهم شهداء هواية، ليش ما هم مو عندهم قادة مو عندهم توجيهات يقعدون ينتخبون لهم رئيس الوزراء هسه بهسه يعني حاضرا، وحتى يسدون حلوق البرلمان حتى يقدرون ان يسقطوا البرلمان هم، يعني حتى لا يخلوهم هم يتمادون لان هسه هم دا يلعبون لعبتهم، لأنه سليماني رايح جاي للعراق هنا وما يردون إنه الحكومة تسقط، يردوها تستمر ويردوها يبوبوها ويردون يستغلون العراق بعد أكثر من 16 سنة وهم يعتبرون إنه بغداد هي جزء من محافظتهم تابعة لهم. ولهذا أنا أؤيد وأقول للمتظاهرين ثبتوا على قرار واحد، اجتمعوا وقرروا لمجلس رئيس مجلس الوزراء حتى استكتون حلوق هذول الخائنين اللي دي يلعبون من جواكم. نعم. وما أعرف هاي يعني الملاحظة أنا أتمنى أن تكون صحيحة وأنا نعم. أشكرك. أنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. خلونا نقرأ رسالة واتساب. رسالة من لهفة من ألمانيا تقول السلام عليكم، تحية لك ولكل العاملين بقناتكم الصادقة، شكرا لك يا أختي. تقول هذا ممثل حكومة الفساد في هيئة الأمم المتحدة أثبت بكلامه أنه كاذب، والله دي يوقعهم بكذبهم وينفضحون أمام العالم بإجرامهم. لهفة من ألمانيا. رسالة يقول فيها يقول السلام عليكم، يقول من عبد الخالق الناصر أشكر قناتكم الرائعة الكريمة، يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقيد أن ينكسر،
يقول يعني يا حكومة لو عندنا واسطة بالدولة نتعين، لو ماكو نظل نعيش بس نتأمل والعمر دا يمشي بينا، ملينا عمي خريجين كلها تعبت وماكو تعيين، خلي نموت يقول نروح شهداء أفضل ولا نظل بهاي الدولة. إجونا ناس دمرونا وتسلطوا علينا، بعد انكشف زيفكم أنتم مافيات وعصابات وميليشيات، لا مكان لكم إن شاء الله. يقول أخ عمر تحية لقناتكم الوطنية. أخي هذا السفير إيراني محمد حسين بحر العلوم كما تقول نوال، تقول تناقض بتقرير الأمم المتحدة جنين بلاساخارت والكلدان أو ممثل الكلدان البشار متي، نعم يدل على أنهم كذابون ودجالون. أخوكم نوال الدوليمي من نيويورك. نعم تحية طيبة لقناة الرافدين. يقول الأمم المتحدة موقفها خجول جدا بإدانة القمع الحكومي ضد الثوار، أما هذا مندوب العراق مجرد من الغيرة كما يقول، لكن ما أيامهم إلا عدد. تحياتي أخوكم الثار شنان أبو علي من ذي قار، حياك الله أخي أبو علي. نعم معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. أبو راشد مشاهدين المحترمين أهلا وسهلا بك، حياك الله. على عمرك استخدم قرار اليوم مع قاسم نعم. سليماني وحزب الله في العراق أن بحر العلوم راح يستلم رئاسة مجلس الوزراء في الأوان الأخيرة خلال اليوم هذا طبعا. نعم يمكن نخافيكم الأخبار هذه. أما بالنسبة لاجتماع مجلس الأمن الأمم المتحدة، وإن كان قيافهم عن العراق خلال 16 سنة الآن، في نيوزيلندا ذيك مرة لما صارت الفجارة هي القتلى 7 و8 فانقلبت الأمم المتحدة على هذول السبع، فأما في العراق بالآلاف القتلى والجرح. وين دور الأمم المتحدة خاصة الدول العربية وهي اللي هي المجاورة حق العراق اللي هي دخلت القوات التحقيقية في الحكومة العراقية الآن وهي متسببة في سقوط الحكومة العراقية الشرعية، فهي دول الخليج سببا وأساسا. نعم يعطيك العافية. أني أشكرك أبو راشد من عمان. معنا اتصال أبو زهراء من العمارة، تفضل أبو زهراء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أول مرة تحية خاصة لقناتكم الموقرة. حياك الله يا أهلا بك. أبارك الله بكم لأنه جاي. حياك الله. اللي توصلون الحقيقة مال هم. نعم. البلاد اليوم مظاهرات سلمية مظاهرات محكمة خالية من الشوائب. نعم. لكنه يقولها ولا جاي يشوفونها بصورة سليمة وصحيحة. سيد حسين بحر العلوم خلي سائل نفسه وين ولا بحر العلوم؟ نعم. المن ولا وين كان هو؟ ولا إيران وما له علاقة بالعراق وشغله وعمله كله إيران بالجهات يعني. هذا جانب. الجانب الثاني إحنا نريد يخلى من عندهم، نريد هذا البلد يخلى من عندهم، تفضي من عندهم لأنه هم 16 سنة ضبط استلموا الحكم. هذا الشعب شباب ظل مطرحة على القهاوي أعرف دينار ما جاي يلتفتون للشعب، جاي يلتفتون لجارهم الخاصة والولدهم في هياتهم بالخارج. كل واحد مالي له دولة جهة معينة وجاي يطيها وياخذها من خيرات العراق وجاي ينهبون بينا فإحنا اليوم يا ناس يا عالم يا منظمات يا أمم المتحدة نريد نخلي الطبقة السياسية اللي حاكمة بالعراق من هاي الأمور. ما نريدهم شجع لا يجتمعون ولا يقررون ولا يخدون أنا مدير هاي ما تمشي عندنا ولا نسمعها يا عالم. صدق ما جاي نفهم من عندهم ولا نسمعهم يسولفون لوحاتهم خبر، وإحنا ناس قاعدين بالشول ببيوتنا قاعدين بالصفحة الله ينتقم عليهم كلهم إن شاء الله. نعم. وأنا أحسن من كلامي خافت شيء معين أو دور عدة وأنا أشحي
أنا أشكرك أبو زهراء من العمارة كان معنا. رسالة السابق يقول السلام عليكم، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. أعتقد أخي بأنه على الشعب العراقي الشقيق عدم شراء عقارات الطغمة الحاكمة في العراق حتى تحجز عليها الدولة فيما بعد. أحمد رواجدة من الأردن. رسالة يقول أخي هذه العصابات المتسلطة في العراق تعيش في وهن فكري لها أن الشعب العراقي لا يعي لعبتها السياسية للاستيلاء على العراق ومقدراته. سعد من السعودية. رسالة يقول فيها أبو محمد الهاشمي السلام عليكم، تحية تقدير لقناتكم النقية، لقد اقتنعوا بأنهم زائلون لكنهم يريدون الانتقام من الشعب الذي كشف زيفهم وأذلهم وجعل ليلهم عذاب لا يروا فيه راحة، وفي نهارهم يخططوا لقتل الشعب. هم في تخبط وفقدوا الحكمة التي حلموا بها ولم ينلها أي منهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أبو محمد الهاشمي من بغداد. رسالة يقول أخوكم أبو عمر من لندن، تحيات إجلال وإكبار للثوار ولقناتكم المحترمة، حياك الله أخي أبو عمر. يقول ممثل العراق بالأمم المتحدة يذكرني بممثل بشار الأسد، نفس الإنتاج لأن المخرج واحد. أبو محمد من النجف، تفضل أبو محمد. حياك الله أخي العزيز. أبو أحمد، نعم. أنا أريد أن تسمعني الناس بصمت. تفضل. أقول العراقي يمتاز بعدة صفات، العناد والشجاعة والإصرار. هم كانوا يظنون بأن الشعب العراقي، مع احترامي للشعب السوري والإيراني، هما سيتنتهي ثورته. التي أفجعتهم ودوت عروشهم، والله إن بقوة لا إله إلا الله، الله أكبر. ونحن نرى الصبح قريب، نحن نرى إن الأحزاب في المزبلة في التاريخ فقط، مزابل القمامة ومزابل أكثر منها. أنا أقول لإخواني المنتفضين، وأسمع المنتفضون، نعم، اثبتوا واعلموا ان المعمرين يريدون ايجاد الدسائس والمؤامرات بحجة المذهب. انا اقول لك انا من النجف، حياك الله، انطوني مجال، الله يحفظ الرافدين، الله يسلمك. يريدون قمع هذه الثورة بحجة المذهب. فإمنا هذا السستاني الذي هو يمثل اللوبي الصفوي، يمثل اللوبي خامنئي، ومع المخابرات البريطانية، السيستاني محمد المجتبى جمع المليارات. نتألم باسم مذهب علي وباسم أجرون في عماراتهم في لندن وطهران. لماذا لن تكون فرقة شيعية تقول لي تاجرت بالمذهب، تاجرت بالشيعة، الشيعة تقتل، يقتلوها إيران والمحمدين، لأننا عرب من عرب الحسين وعلي وعمر وأبو بكر. نحن لا نفرق. نحن أقول ولخامنئي وللحكيم ولمقتدى، نحن ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، على أول سنة تصفوا فيه العرب على العجم، أذكركم بذيقار سر سوى العراقية، قبائل لم تستهى من شعاب الأصل وانتصر على جيش كسرى. أنا أقول لك سنعيد ملحمة ذيقار، سنعيد الملحمة. قادمون يا بغداد. نعم. أبو أحمد من النجف كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. رسالة على واتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول أخويا والله دا يصير بالعراق شيء ما ينوصف، يقول بالله عليكم ماكو هيك يعني. جميل الشمري صار شقد هارب، ماكو أحد بالحكومة قدر يجيبه، وهو اللي سبب بكل هاي الجرائم اللي صارت بالناصرية، وحتى المرجعية ما حكت. يقول أي شيء هذا الشيء، والشيء الثاني احنا ما نريد عادل عبد المهدي يستقيل وبس، احنا نريده يتحاكم يتحاسب على الجرائم اللي سواها بحق المتظاهرين. اخذكم فرح من بابل. رسالة يقول تحياتي الى قناة الناطقة، الى القناة الناطقة باسم الشعب. اخي هذا انسان كذاب ولا يعرف العراق والعراقيين، هذه اوامر ايران يتكلم بها. اخوكم صلاح النعيمي من امريكا، يقصد على مندوب العراق في الأمم المتحدة. يقول مرحبا أخي، أنا إيمان من النجف، أكون مخطط هسه جاي يشترون عليه، يدزون على شكو واحد مفسوخ عقدة من الحشد العصاب وغيرها من الميليشيات اللي ضحوا على مود الوطن. يقول خطيب صديقتي دزوا عليه ويقولوا له نجي عليك من الفجر وكروتك علينا قبل يرجع وياهم، ما قبل يرجع وياهم. يقول ما ارتاحت لهم، عافية نبه الناس عليه. وهذا السفير أكيد هيك يحكي لأن هو تبع لإيران ما يمثل العراق. تحياتي. نعم معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بيك. أحييك وأحيي قناتكم التي تنقل الحقائق في العراق وبما فيها ثورة 20 العظيمة التي أجهضت النظام الفاسد في العراق. نعم أخي، بالنسبة لموضوعكم حول حقوق الإنسان، بالنسبة للحكومة فقدت كل الشرعية خلال اعتقالاتها لأبناء شعب العراق وبالتالي المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، لأنه لا توجد حقوق الإنسان في العراق من خلال حكم الملاذي وحكم النظام الفاسد وحكم الميليشيات. احنا نعرف انه اي نظام وطني يحكم بلد اولا ان يكون يعطي حقوق الانسان ويعطي الحريه لكل المواطنين والشعب. فهناك اعتقالات تعسفيه لكل المتظاهرين وكل النشطاء في العراق، وايضا قبل فتره في قبر محمد باقر الحكيم احتفلوا 100 متظاهر وأقلع قسم منهم قلع رحيلهم وبالتالي تعذيبهم بالكهرباء. فلا توجد حقوق إنسان في العراق، لأنه الحكومة الآن أو النظام الفاسد في العراق فقد شرعيته من خلال ضرب الثورة واعتقال النشطاء في الثورة. فأيضا أخي محمد نشوف الآن عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء شهداء، أصبحوا شهداء. فهذه الثورة نعم وياك أبو حسن. نعم فهذه الثورة روت أرض العراق بدماء الشباب الذكية. نعم. وهذه أيضا هذه الثورة ستجلب النظام الفاسد في العراق، وبالتالي أصبح النظام الفاسد في العراق ليس له شرعية، لأن هذه الثورة من خلال الشباب ومن كل المحافظات العراق التي ثارت ضد النظام الفاسد، فأصبح النظام غير شرعي وغير مرغوب به، وهذا يعتبر استفتاء شعبي عام. نعم. ونحن الآن في العراق، وأنا كنت قبل قليل في التظاهرات في ساحة التحرير، الشعب والمواطنين والشباب يطالبون بإسقاط النظام الفاسد
في العراق لأنه أصبح نظام دموي وفاقد للشرعية وبالتالي فاقد حقوق الإنسان، لأنه من خلال ما يجري في العراق وبالتالي من خلال ما تجري في الساحة في ساحة التحرير ساحة الأطفال، وأيضا من خلال جبل أحد اللي يسموه مطعم التركي، هذه الشباب يعني أصبحت تمثل الأسطورة العظيمة في العراق، وأيضا أصبحوا هؤلاء الشباب يمثلون قمة الثورة والتحدي للحكومة. نعم أبو حسن، شكرا أبو حسن من بغداد. كان معنا أحمد من الديوانية، تفضل أحمد. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلونك أخي؟ حياك الله يا أهلا بيك. الله يبارك فيك، مرات موقرة. الله يسلمك، تفضل أخي. ممنون. طبعا الشهر قلود لشهدائنا الأبطال. آمين يا رب. اللهم يا رب يزيل هذه الأمة على هذه الأمة. آمين يا رب. أخي المقدم، أدي فد سؤال. حاليا بعد كوكبة التظاهرات جاي تتبع أو الذب جورها على القوات الأهلية، إيش ما يشخصون الجهة المسؤولة عن هذا القتل والإباحة والبناء مو؟ يعني إحنا نذب جورنا على القوات الأمنية. نعم، منو اللي يذب الصوش على القوات الأمنية؟ رأس حاليا الشاب يذب الصوش على القوات. نعم. الأمنية، أنت حدد الجهة اللي قتلت اللي انتهكت حرمة الدم مو؟ نعم. فاحنا ليش نظلم غيرنا؟ انا خوف في القوات الامنيه اللي يطلع بالمظاهرات، يعني مقراضه ما شارب جيبي. نعم زين اخي احمد، انا انا اسالك اخي احمد، انت منتسب بالقوات الامنيه؟ نعم. نعم تمام. الحكومه ترفض تسميه من قتل المتظاهرين، اوكي؟ نعم. وتسميهم الطرف الثالث، واكو مقاطع. نعم. اكو مقاطع تطلع بها القوات الأمنية ترمي، وأكو مقاطع لا، نكون إحنا واقعين. فلا القوات الأمنية لا وزير الدفاع من طلع وصرح وقال ذولا يابا الجهة الفلانية القوة الفلانية ميليشيا عصابة، قال لك الطرف الثالث، يطلع رئيس الحكومة المستقيل يسميهم الطرف الثالث، تطلع لقطات أكو قوات أمنية تضرب المتظاهرين وأكو لقطات لا. شون إحنا بهاي الشغلة؟ إذا الحكومة. نعم. خايفة. نعم. تسمي اللي يقتل المتظاهرين، وأكو مقاطع فيها مثل مجزرة الناصرية ارتكبها جميل الشمري، صح لو لا؟ واضحة هذه الشيء. نعم. نعم. منهزم. نعم. بعدين فالمشكلة بالحكومة. نعم. أخي. نعم. مداخلة، تفضل. قالت اللي تقصد به الحكومة. نعم. أنه الدول المغرضة اللي هي السعودية وقطر الإمارات يعني أمريكا وإسرائيل، شو لهم علاقة ذولا؟ استقرار العراق، لأنه استقرار العراق راح يضرب مصالحهم. يا أدري يا أخي أحمد، يعني أنت شفت مثلا. نعم. ميليشيا سعودية لو قطرية تذبح بالمتظاهرين، احنا هذا الطريق ما تذبح أخي، واقعيين. شنو الدعم؟ أخي دعم، أخي دعم. ماشي أخي شنو الدعم؟ دعم خارجي. اي اوكي شنو الدعم؟ ليش ما سميت لإيران؟ المتظاهرين المتظاهرين ليش ما سميت؟ ماشي أخي. إيه؟ ليش ما سميت لإيران؟ بريء 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 حتى البراءه من كل. شنو الدعم اللي تقدمه هاي الدول؟ يعني انت تصدق هاي دعايات الحكومه من 2003 ولغايه الان؟ زين انا ماشي راح اجي وياك راح اجي وياك مو لا انا راح اعطيك المجال، تفضل تفضل. لا اسالك بالله. نعم. العراق قبل فتره المظاهرات. حاليا فتره المظاهرات لا ثغرات المجاميع العظيمه داعش جاي يهجمون على مناطق متفرقه بدياله ومنها كركوك. مو استغلوا الوضع الامني. يعني قبل يعني قبل داعش ما تهجم، داعش من اخذت ثلث العراق ما موجوده كانت داعش. اخي 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 هاي سابقا. أه؟ جاي احكي لك سابقا بس. ايه؟ هسه بالوقت الحالي
قبل أيه. أيام المظاهرات ما في شيء. يعني شو؟ ما في هجومات الداعش. يعني مثلاً حكومة سحبت القوات الأمنية من ذيك المناطق اللي ذكرتها أنت، سحبتها وخلتها بهذا المناطق واستغلتها داعش. لا حبيبي، لا لا لا. شوف أحمد. لا حبيبي. أحمد مرحبا عليك. داعش باقي أنت. ما شاء الله مرحبا عليك. شوف أنت سميت لهذه الدول، أنا أريد منك تقدم لي دليل وثيقة تقول لي هاي الدول تمام مثل ما نشوف بالصوت والصورة وبالوثائق كيف إيران تحرك نفوذها بالعراق من خلال الحكومة ومن خلال قواتها. هذا الأمر أصبح واضح. 16 سنة هسه رسالة قرأتها، بسمح لي رسالة هسه قرأتها عمر وياك اسمعني. شوف هسه رسالة قرأتها من أحد المتظاهرين يقول عمي أنا صار لي 16 سنة تعيين ما عندي، خليني أموت أشرف لي. يعني أنت ما موفر له لا تعيين، لا موفر له عيشة كريمة، دعت ينهبون بالمليارات الطبقة السياسية. شو تريد الناس؟ ما تطلع تظاهرات؟ تظاهرات سلمية ونذبحوا. هاي المؤامرة أخي، مو إحنا هاي أهم مشكلة. إحنا إذا نظل نصدق والله قال الحزب الفلاني وقال المسؤول الفلاني أكو مؤامرة، إذا أكو مؤامرة هم إجوا من المؤامرة، هم إجوا ويا الأمريكان. هاي مو مؤامرة، مو مؤامرة إجوا ويا الأمريكان. أنت شفت المتظاهرين طالعين رافع بس علم العراق، ده يقول لك عمي أنا ما أريدك، أنا الشعب، أنا الشعب ما أريدك، أنا رافضك. شنو أنت مكلب بالسلطة تدعي إنه أنت والله نظام ديمقراطي؟ ده اطلع. يعني عادل عبد المهدي قال ذبح له 700 شاب وجرح له 20,000. يا الله والله طلع وما طلع طبعا من وراء هذه المجازر. أنت ما جاي شوف، ما جاي شوف بعيني. شلون ما جاي شوف بعيني؟ بس ورقة فتاة جاي يقدم استقالته وما جاي يصوتون عليها إلى أن تأذب الأمر كلش. يعني هاي الحكومة ترأسها أمريكا، تصرف أمريكا، فما يقدر أنه يتصرف أو يقيل كيف. إذا رئيس حكومة، إذا رئيس حكومة وما يقدر يتصرف علشان يصير رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحة وما أقدر حتى أسمي الجهة اللي تقتل المتظاهرين، ماكو هيك حكي عمي، ترى ماكو هيك حكي. هاي ما صايرة بس بالعراق بعد العام 2003. يعني مرة احنا نقول والله ما نقدر نسمي الطرف الثالث، والله مغلوب على امر عادل عبد المهدي. هاي ولاقيها يا احمد. انا اشكرك احمد بالديوانية. ثق احمد، شوف هذه الدعاية انه والله اكو مؤامرة على العراق وما يريد يستقر، والله لو الطبقة السياسية عندها ولاء للعراق كان استقر العراق وقال لك لا عمي. طلع نور المالكي قال لك احنا فشلنا، طلعوا السياسيين قالوا عظمة لسانهم قالوا احنا فشلنا بالعراق. خلاص فشلت انت، ما بيها شيء، اطلع انت اعترفت اطلع. يعني شنو انت قابل العراق راح واقف بس عليك؟ دمروا العراق عمي، فلشوا العراق من كل الجوانب، نهب. انا اقول لك استفادوا من عند النهب ما شاء الله مليارات. الجماعة عندهم اموال طائلة ويظنون انهم راح يعبدون لو يخلدون، ما يدرون بأي ساعة الله سبحانه وتعالى يأخذ أرواحهم، ما يدرون أكو موت وأكو حساب، ما حاطيها ببالهم. بس أهم شيء تبقى إيران الجارة، إيران راضي عليهم. معنا أبو فراس من عمان، تفضل أبو فراس. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياة إذا قلتكم الكريمة. حياك الله يا أهلا بك. الله سبحانه وتعالى ولينصرنا الله من ينصره. رب العالمين جل وعلا في سورة الفيل قال أرسل عليهم طيرا أبابيل. نعم. والحق جل وعلا التفت إلى العراق ووحد شعبه، وهذه هي الثمرة، حيث نعم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلبك ولكن الله ألف بينهم. فنشكر الله على وحدتنا وعلى سعادتنا وعلى شرع كلمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هناء من لندن، تفضلي هناء. مرحبا. مرحبتين يا أهلا وسهلا. أنا الهوى، أنا بركة. تفضلي. أول شيء يعني أحيي الشهداء وأترحم عليهم، ويعني كل احنا قهر على هالشباب اللي جاي يروح على مود شنو، على مود شله من الـ
هم كل هالحكومة عبارة عن عصابة، مو أكثر من عصابة، كلهم مالين جيوبهم وكافي. يعني الشعب ما يريدكم، اطلعوا اطلعوا ما اريدكم. يعني هذا استبداء، الشعب كله بكل المحافظات العراق دي يقول لكم ما اريدكم، انتوا شكو باقين. نعم. وكل ما حكى والشباب اللي دي يموت هذا ودي ينضرب، هذا يقول مو اني وذاك يقول مو اني، وطرف ثالث طرف الثالث. اذا انت كحكومه ما تقدر تحميني من هذا الطرف اللي تسميه الطرف الثالث، فشكو باقي انت؟ اني انت كحكومه المفروض توفر لي الامان، اذا انت ما توفر لي الامان هذا ابسط شيء. نعم. ومدى توفر لي الامان على وش يعني انت باقي؟ يعني مدى افهم يصير يقول لك هاي مؤامرة على العراق، هاي النوف شو مصيبة زين. معقولة انه اليوم الجماعة نجحوا بإدارة العراق وكل هذا الشعب يطلع يرفضهم اللي بالداخل واللي بالخارج ويقول لك مؤامرة؟ يا عيني هم اللي 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 هم نفسهم يقولون، يعني ماكو من بدوا من 2003 والعراق بطريق التخلف. نعم. ماكو فد يوم، ماكو فد شيء صار العراق بالتعليم، الصحة، بكل شيء، بكل شيء متخلف صار العراق. هو هذا العراق اللي استلموه هيجي؟ يعني مع العلم هم استلموه بفترة حصار وحروب استلموه، بس ما كان هيجي. أنا بنتي صغيرة ما شايفة العراق، أخذتها البغداد بأيام الحصار، أخذتها رحنا البغداد. نعم. أول مرة تزور العراق وراها شافتها بالألفين وتسعة. نعم. شافتها تقول لي هاي شنو كان قبل أحسن. مع العلم شافتها، ما شافتها بزمن الخير اللي احنا نعم. عشناه. نعم. شافتها بأيام الحصار. بأيام الحصار. انزين هسه شنو سووا هم من 2003 غير السرقة؟ شنو سووا؟ شنو اللي قدموه؟ هم بنفسهم يقولون احنا فشلنا. بعدين يا مؤامرة، مؤامرة منو؟ هذا الشعب ده يقول احناكم، شنو المؤامرة؟ انت موفر لي الامان وموفر لي الصحة والتعليم العالي وكل شيء زين. نعم. انا اسوي لك ياب، هاي صرق مؤامرة. بس انت وين؟ انا عايشة، انا عايشة بالعراق وبتخلف، يعني فشي مو طبيعي. نعم. هذه خيرات العراق كلها، احنا بلد ترى كلش غني بغض النظر عن النفط. نعم. أنا ما أتكلم عن النفط، النفط رفع على صفحة، إحنا بلد زراعي. نعم. بلد بي 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 مصايف، بمشاكي، مثل البصرة كانت مشتى سابقاً، يعني من أنا كنت عايشة هناك. نعم. وبمراقد، بآثار، سياحة كل شيء دينية سياحة وسياحة، كل شيء. نعم. كل شيء بي معادن، بي أهم شيء عقول. ترى العراقيين أذكياء. نعم. الله خلى كل الخيرات بهالبلد والشعب ما عايش مرتاح. من قالوا بلا ليش يجي؟ نعم. إيش بيكون هما؟ أنا أشكرك أختي هناء من لندن، كانت معنا. أبو سلام من الناصرية، تفضل أبو سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أستاذ وقناتكم الكريم والشريفة. تفضل. هي مؤامرة أكو، بعدين أقول لك شنو المعارض. نعم. اليوم إحنا بساحة الحبوبي سوينا رمزي ما يقارب 100 شهيد للنساء أن تطلع ويانا. هذا دليل إن الجنوب أنتم تعرفونهم، يعني صار عندنا، بس سمحنا لهم. اريد نوصل رساله للتظاهراتنا السلميه، ومن يقتل اولادنا هم الحكومه او كله بالصوت والصوره، وهذا ما يكفي احد. اريد اقول لهذا محمد حسين بحر الدم، اليوم بحر الدم، انت اليوم 100 شهيد في على رمزي. نعم.
نعم أبو سلام. استشهاد بحث حالات حرجة وخطرة، وطلعنا نساءنا حتى الحرم يشوف زين تظاهراتنا سلمية، وهذا وبعدين الناصرية على على يعني تغني وحولنا ساحة التظاهرات إلى حزن ولطم. شخص بهالسذاجة هذه ويقول بعدين عندنا أدلة، عندنا أحزاب بمكان واحد ينبيع قتل. نعم أنا أشكرك أبو سلام وعذرا لأن الصوت يقطع. حيدر من بغداد، عندنا دقيقة حيدر تفضل. حيدر اسمعني. أستاذ عمار يا أهلا بيك حياك الله. بالأول الله يرحم شهداء العراق قاطبة. آمين يا رب. جنوب. والله أستاذ عمر طبعا هي المشكلة الطبقة السياسية كلها فاضية. أنا اختلطت في عمل مع الشركات التنبية بالعراق، طبعا كلهم يساومون وكلهم فاسدين، ما ينطوك اي مشروع اذا تساومك، والثاني شيء ما يخليك تعمل بالمشروع اذا ما تشتغل بالصوره اللي هو اللي يريدها. يعني حتى تصور كرفانات اللاجئين فتره من الفترات هم كانت مطروحه عليهم 12 مليون كرفان، طرحوه انه ب 2 ملايين، حتى صارت الفضيحه انه تبلش الكرفان وصارت فضيحه الكرفان. نعم. وغير المقبول. يا عزيزي استاذ احمد، المشكله مو هنا، المشكله انه هاي ال 16 سنه من يطلع عبد المهدي قبل الانتقال يقول خلينا نرجع الامور الى حياتها الطبيعيه. يعني اكتب واحد عن العقل يشوف الامور، يعني هاي الكهرباء ماكو، ماكو خدمات، ماكو خراب وقتل. نعم. وبوق وسرق والجار ما يحمل على الجار، يعني هاي كانت حاله طبيعيه. انا ما اعرف هاي حاله طبيعيه عندهم يعني. نعم. طبعا هي كانت مدروسه هاي اللحظه كلها، انه يعني تهديم الجيش العراقي، صعود الميليشيات، خروجهم بصورة قانونية، وعدم الأمان وفاض الحقوق. نعم. أنا أشكرك أخي حيدر من بغداد وأعتذر على المقاطعة لأن انتهى وقت البرنامج، وأنا أعتذر من الرسائل، هناك رسائل عديدة لأن ما بقى وقت. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.